قواعد البرنامج: الاحترام الكامل لكل المرشحين أيا كانت خلفياتهم السياسية. البرنامج يهدف إلى مناقشة برامج المرشحين لمنح الناخب قدرة أكبر على اتخاذ قراره. على الجميع احترام التوقيتات المحددة للفقرات والإجابة على الأسئلة. ضيوف المرشح الموجودون معنا في الاستوديو من أنصاره وهم معنا لدعمه معنويا. لجنة الخبراء تناقش المرشح كل في تخصصه طبقا للتوقيتات المحددة. من حق المرشح الاعتراض على أي سؤال، وهو من حقه أن يرفض الإجابة عنه. من حق مدير الحوار أن يطلب من اللجنة أو من المرشح توضيح أي نقطة ملتبسة أو غير واضحة. من حق مدير الحوار التدخل للحفاظ على مسار البرنامج وتوقيتاته الزمنية. لما منير هيغني ريجي وحماقي يغني بوب، ونانسي عجرم تدندن على الفلامينكو، كايروكي على الهيب هوب، لما صابر الرباعي هيغني ار ام بي، ويارا تتألق على سيمفونيات الاوبرا، يبقى العالم كله اتجمع على اغنيه. ادخل على facebook.com/coca-cola-egypt عشان تعرف اخر اخبار كوك ستوديو. هذا البرنامج مقدم من كوكا كولا. لأول مرة في الوطن العربي بيبسي تقدم دي اكس فاكتور، برنامج اكتشاف النجوم العالمي الذي حقق أعلى نسبة مشاركة ومشاهدة أخيرا في الوطن العربي. إن كنت تملك الصوت والحضور والقدرة على الإبهار، إذن فأنت تملك الاكس فاكتور. شارك في أحد الفئات: البنات والشباب من 16 إلى 25 عاما، البنات والشباب فوق 25 عاما، الفرق الموسيقية، حتى 3 أغاني من اختيارك. اصطحب أهلك وكل أصدقائك، ربما تكون النجم العربي الأول للإكس فاكتور. شارك في اختبارات الأداء في الإمارات في 6 نوفمبر الساعة 8 صباحا، ومسرح دبي الاجتماعي ومركز الفنون البرشا مول الإمارات الطابق الثاني. استعد للشهرة والنجومية، استعد للإكس فاكتور. هذا البرنامج يأتيكم من بيبسي. يمر العمر أمامي بأيامه الحلوة وليال طال فيها بكائي، تتساقط حبات الندى على أشجار بيتنا تذكرني بأيام مضت. مهما هربنا ما زال بيتنا يسكننا. مسلسل ندى العمر قريبا على CBC من السبت إلى الأربعاء الساعة 10:00 مساءً.